ايه كنت شبيك اتمنى يا بالمطاف. رجل يوم من الايام يوم من الايام ابوي يقول مدي روح جيب لي غراض. ها طبعا تعلم السواقه يا رجل في البر. المهم جا ذاك اليوم يا طول عمر السلامه قال حنا في بر، قال ابوي مدي جارنا ولا ضلع، قال ابوي مدي روح اعطنا من عنده حبتين رودس. لا يا رجل تبي كان معطيني الدنيا وما فيها ويعطيني مفتاح، طلع لي مفتاح الدس، قال روح جيب. من قبل اقبل عليه يا طول عمر السلامه ودرت انه ابوي ما عاد بشايفني ولا عاد بشايف من الدنيا. تبدي فقرة على التوحيد، ابغى فحم كلية اهرام اهرام. واجي عند العام قلت اعطني حبتين برسي، المهم واجي واجودها واربطها في الانت وانا واعود اهرام اثر ابوي اثر ابوي بيختبرني يا رياجي معطني كان روح ولا ولد عمي واخوي يعرفون يسوقون عماني. اثر ابوي ادري ابوي ابغى يختبر يا رب يطول عمرك تستاهلون. المهم يا طويل العمر وعود الموتر الموتر بحرارته جاب ابوي نفس الموتر، لا الموتر حار الله يبارك. ولد اسمع ولد ولد اسمع لا يجي جاسين استغربت ابوي ملتفت على السياره درى ان الموتر حار واجلس. طيب لو ابوي شك فيه يروحون الري يجي وانزل الربطات حقت الرادس واحطها عند البل ويمر الليل. يجي اليوم الثاني داومت، رحت المدرسه وداومت اصبحنا اثري ابوي قفاني عند البل، يوم رحت اداوم قفاني. المهم الري يجي هو يعود مع دربي للتفحيط على السيح جرة السياره الكفر يمر على ابوي يمر العامل ولد عامل جيران قال يا عمي ماضي انت البارح مرسل لي كود عندنا اياه لعب هج علي البل واخذها علينا وكز وجيهنا خير نعطيه الموت راعي في حطبه. واجي من المدرسه يناديني قال البارح يوم اني رحت وصيتك يوم تجيب البرسيمه العام ليش كمان كنت ايش انت مسوي؟ ما سويت شيء. قال ما سويت شيء؟ قلت الله ما سويت شيء. قال متاكد؟ قلت الله متاكد. المهم يا طويل العمر السلامه قال هاجل الوعد لما رحنا للألب اوديك للعامل وشوف ايش انت مسوي، لكن احسن لك اعترف. قلت ما سويت شيء مره جحيت. ونروح عند العام يطلع السلام ونجي قال وش سوى فحم؟ قال والله هج على قلبي وكز في وجهي ما ادري وين المهم واجحد. قلت كذب مير ما سويت شيء. قال ما سويت شيء؟ ها تعال يا وقت تعال يعود على الجره يا رياجي تعرفون اللي ملطوم على وجهه يا رياجي وجهي يروح حمر لا الجره حلو لهن ودي تفحيط كذا من جرته. قلت مو بنا قال تجحد بعد انت يا ابوي دايم حط له لي ورا رياجي زي كذا لي ورا حق الكهرباء صغير لا اسود اللي ورا الاسود ومنين تونس؟ ومنين تونس؟ يوم تكذب علي وتفحط بعد ويحرمني يا رجل يطلق ويحرمني من السواقه سنه ونص ما سكت. وقتها كم تدرس؟ وقتها ادرس ثالث متوسط ثاني متوسط لكن الضرب ذاك يا رجل من عقبه من عقب ما عاد اداني يا رجل شيء اسمه تفحيط ولا عاد اداني سرعه ولا عاد اداني حاجه انه في قلبي لا لا هبلك هي انا يوم طلعت الحادث في السواقه اول متوسط اول متوسط اول متوسط المراد